السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا وسهلا بكم جميعا يا طلبة الأعزاء، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح في شهادة البكالوريا. في هذا الفيديو سأتكلم عن مادة التاريخ والجغرافيا، وصدقوني لو تديروا هذه الطريقة خاصة للتلاميذ اللي ماشي باش يحفظوا، وبالإضافة أيضا للتلاميذ اللي راه مرطر بزاف، هو أنه بهذه الطريقة راح تدي فوق ال 15، يعني راح تدي 15 16. صدقوني الطلبة داروا هذه الطريقة العام اللي فات في 2019، والله غير تحصلوا على علامة 16. كاين طالب شعبة آداب وفلسفة نعرفه، صدقوني غير دار هذه الطريقة في سنة 2019 غير جاب 16 في مادة الاجتماعيات. لذلك ركز معي، يبدأ الحفظ من 27 ماي إلى غاية 3 جوان، راهي كافية باش تخلص مادة التاريخ. أول حاجة مصطلحات، أنك تركز على مصطلحات الوحدة الثانية، لانه رايحين يديروا على الحرب البارده، اللي رايح يدير الحرب البارده يقرا مصطلحات الوحده الثانيه. التواريخ تركزوا على التواريخ الوحده الاولى والثانيه، هذه باينه، وتركزوا على التواريخ المهمه اللي نشرتها من قبل. كاين في الوحده الاولى 31 تاريخ مهم، وفي الثانيه كاين 27 تاريخ مهم وراني نشرتهم من قبل. الخرائط راه ما كانش بزاف في ماده التاريخ الخرائط، لذلك راهم سهلين. عندكم الشخصيات، تحفظوا شخصيات الوحدة الأولى والثانية. مثلا في أمريكا كاين 6 شخصيات مهمة وراني درتها من قبل، في الاتحاد السوفيتي كاين 5، ودرت لكم الجزائر واش تحفظوا، درت لكم فرنسا واش تحفظوا. ضف إلى ذلك كاين شخصيات مهمة مثل أحمد سوكارنو، جوزيف بروستيتو، جمال عبد الناصر، ضف إلى ذلك كاين فيديل كاسترو، راني حطيتهم من قبل وقلت لكم هذو هما الشخصيات اللي تحفظوهم، منها الأمريكية، منها السوفيتية، منها الفرنسية، منها الجزائرية، وكاين شخصيات أخرى مهمة راني حطيتها أيضا، لأنه أحمد سكرنو راهو شخصية مهمة جدا. عندكم الدروس، هو الاكتفاء بالحرب الباردة فقط، اللي ما كفاهش الوقت يقفز إلا الحرب الباردة. هذا واش دير في مادة التاريخ، لازم عليك أنك تخلصها في 3 جوان. تبدأ بمصطلحات الوحدة الثانية تحفظهم تخلصهم، تخلص التواريخ روح للشخصيات، تخلص الشخصيات روح الدروس والخرائط ريفيزيون مع الدروس فقط. نذهب الى ماده الجغرافيا. ماده الجغرافيا تبدا من 4 جوان حتى 10 جوان، تبداو بالمصطلحات. بون تركزوا على 35 مصطلح، عفوا 37 مصطلح اللي نشرتها من قبل، لانه مصطلحات مهمه جدا. وكاين مصطلحات في الجغرافيا تاع فهم، يعني نتوما في المصطلحات حاولوا انه تخدموا راسكم شويه في البكالوريا، انه اذا جاكم تاع فهم تقدروا تعرفوا حسب موقعه في الفقره. الرسم البياني ما لازمش الرسم البياني انك ما تديش عليه العلامه الكامله، اعمده بيانيه وراه ساهل، اعمده بيانيه والدائره النسبيه والمنحنى البياني، وقلت لكم ما تنساوش المفتاح الى اخر ذلك، المقياس الى اخر ذلك. عندكم التعليق على الجدول، توفر الكلمات المفتاحية مثل احتلال المراتب الأولى، تباين، وعلى شكل مطاط، وديروا 4 مطاط، التعليق يكون على شكل مطاط، اتفقنا يا طلبة؟ وراني شارح كيفاه تعلقوا على الجدول. وهذو راهم ما يديوش الوقت بزاف، كما التعليق، كما الرسم البياني، كما الخرائط، صدقوني هذه حوايج ساهلين، واللي ما يديش فيهم والله صدقوني غير راهو يظلم في نفسه. عندكم الدروس، تركزون على أهم الدروس المقترحة اللي في مادة الجغرافيا. فيها مثال في شعبة العلوم التجريبية تقني رياضي ورياضيات، راني نشرت لكم الدروس المقترحة. مثلا كما قلت لكم في هذه الشعب في الفصل الأول تركزوا على البترول، تركزوا على حركة رؤوس الأموال والتكنولوجيا، تركزوا على إشكالية التقدم والتخلف. في الفصل الثاني تركزوا على أمريكا، وتركزوا على منطقة شرق وجنوب شرق آسيا، لأني راني نشرت المقترحات النهائية لجميع الشعب. هذه الطريقة يا طلبة اللي تديروها، صدقوني رايحين تديو علامة جيدة والله في فترة قصيرة جدا، مازال 16 يوم وروح دير هذه الطريقة، رايح انه تدي علامة كما قلت لكم مليحة. أتمنى لكم التوفيق والنجاح، ورايح تخلص في الوقت المناسب، يعني تخلص في 10 جوان. والجغرافيا راهي براتيك فقط، مش رايحة تدي الوقت بزاف. وأتمنى لكم التوفيق والنجاح، وأي استفسار والله خلوا لي التعليقات أسفل الفيديو، وإلى اللقاء.